السلام عليكم. عيدكم مبارك. اليوم ان شاء الله بتكون معنا بطولة بيبي فوت. جاهزين للعب؟ هذه من فعاليات العيد. فالحين احنا بنقسم المجموعات وبنقسم اللاعبين. بنلعب ثنائية، يعني كل اثنين يلعبوا مع بعض، وكل اثنين اخوان بيكونوا في فريق. اول شيء بيكون معنا حمد وراشد، الفريق الاول. الفريق الثاني سيف ونايف. الفريق الثالث سعود وحامد. الفريق الرابع سعيد وعبد الرحمن. الفريق الخامس فهد ومحمد. الفريق الثالث لأن علي وعلي، لأن علي ما حد معه أخ أصغر منه ويلعب معه علي، فبيكون علي وعلي. فجاهزين للمباراة؟ زين. شوفوا الحين أريد من كل فريق منكم يختار اسم حال فريقهم. زين يلا كل فريق يختار اسم. يلا زين، أول شيء سعيد وعبد الرحمن، شو فريق اخترته؟ ليفربول. ليفربول. محمد وفهد شو فريق؟ ايوه النسور، الصقور بنخلي ما النسور، الصقور. زين سعود وحامد مانشستر. حمد وراشد برشلونة. سيف ونايف ريال مدريد. علي وعلي الدلة. نشوف الدلة كيف بيشربوها ولا بتفوز. يلا زين الحين بنتقسم مجموعتين. المجموعة الأولى بيكون فيها فريق ليفربول. ليفربول تعالوا هني. ليفربول والصقور ومانشستر. تعالوا هنا مانشستر. يلا تعالوا تعالوا هنا 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 هنا. تعالوا هنا هنا برشلونة وريال مدريد والدلة. تعالوا هنا مع علي. يلا تعالوا برشلونة وريال مدريد والدلة. أيوة هذا فريق. تعالوا انتوا هنا فريق ثاني. تعالوا هنا تعالوا هنا وقفوا. يلا زين يلا الحين بنلعب مجموعتين. فبنسوي قرعة للمباراة الأولى، بنشوف أول مباراة بين من ومن. أول مباراة الصقور مع مانشستر. كتير سعيد الصقور مع مانشستر المجموعة الأولى. بنشوف الحين المباراة الثانية بتكون الدلة مع برشلونة رقم اثنين. الدلة مع برشلونة. سعيد رقم اثنين في الجهة الثانية. شوف في الجهة الثانية الدلة مع برشلونة. خلاص سعيد نشوف التقسيمة المباريات. أشوف نشوف خط سعيد الجميل ما شاء الله. انزين اول مباراه بتكون الصقور مع مانشستر، ثاني مباراه الدله مع برشلونه، الثالثه ليفربول مع الصقور، الرابعه برشلونه مع الريال، والخامسه ليفربول مع مانشستر، والسادسه الدله مع الريال. شوفوا الحين بنلعب مجموعات. انزين اسمعوا شوفوا احنا الحين مقسمين مجموعتين صح؟ اللي بيفوز بالمجموعه الاول المجموعه هذه والاول بالمجموعه الثانيه اللي بيفوز بيتباروا بعدين، واللي يفوز هم بيكونوا فازين بالبطولة. تمام؟ في جائزة. في جائزة، في جائزة عيدية 5 ريال. شو علي شو؟ أبثني أنتم تقاسموها. يلا الحين بنبدأ المباراة الأولى الصقور مع مانشستر. وين الصقور ومانشستر؟ انتو الصقور من مانشستر؟ من مانشستر؟ يلا الباقيين كذا روحوا بعيد شوي عنهم، روحوا هناك اذا بتشوف، روحوا هناك اذا بتشوف. يلا ابدا اللعبه نشوف.
من اللي فاز المباراة الأولى؟ الحين مباراة مع من ومن؟ كم كانت النتيجة؟ 10-3. يلا الحين دلة مع برشلونة المجموعة الثانية. الحين المباراة الثانية. ها علي كيف نتيجة الحين؟ 8 مباراة. يلا الحين المباراة الثانية. كيف محمد الحين كيف تتوقع تفوز ولا ما تفوز؟ ما عارفين تفوز يمكن ما نفوز. لازم تفوز صح؟ لازم تفوز على المباراة. أنا من فاز بهاي المباراة؟ فاز ليفربول على سيتي. في منافسة حادة وحماس في اللعب. من فاز بهاي المباراة؟ ريال مدريد 10-7. شو شعور حسين بالفوز؟ فرحان؟ قلت نايف كيف المباراة كانت سهلة ولا قوية؟ سهلة. يلا من الفريق اللي بعده؟ الحين فريق ليفربول مع ضد مانشستر. يلا مانشستر. اهم شيء حماس الجمهور والجمهور متحمسين. راشد كيف المباراه؟ تبي تلعب معهم؟ تبي تعرف تلعب؟ بلعب انا وياك انت. انزين جاهز انت للعب؟ من فاز فايدة؟ من فاز؟ من اللي فاز؟ من اللي فاز ليفربول؟ ليفربول على مانشستر يونايتد 10-1. الحين من ومن الحين؟ سعيد شوف الجدول. سعيد دور من ومن؟ كيف علي الحماس؟ علي كيف المباراة؟ 4-2 اليوم المباراة. فايزين؟ عليك الدلة؟ 5-2. كيف النتيجة؟ شو شعورك علي بالفوز؟ ما اعرف، ما عندي شعور. انا الشبر ان الحمد لله. الحين خلصنا الدور الاول زين؟ فالحين اللي فاز في المجموعة الأولى، الأول فريق ليفربول والثاني فريق الريال. في المجموعة الثانية لا الأول في المجموعة الأولى الأول فريق ليفربول والثاني فريق مانشستر. في المجموعة الثانية الأول فريق الدلة والثاني فريق الريال. فالحين بيلعب الأول في المجموعة الأولى اللي هو ليفربول مع الثاني في المجموعة الثانية
اللي هو الريال، يعني ليفربول بيلعب مع الريال ومانشستر بيلعب مع الدلة، يعني الأول في المجموعة الأولى بيلعب مع الثاني في المجموعة الثانية، وعلى هذا اللي يفوزوا منهم هم اللي بيفوزوا المباراة، بيلعبوا المباراة النهائية. فالحين أول شيء بيلعب ليفربول مع الريال. يلا الحين فاز الريال وليفربول على ريال مدريد. الحين يلعبوا الدلة مع فريق مانشستر. دو مانشستر سعود؟ يلا اللي بيفوز منكم بيلعب بباري فريق ليفربول. تمام؟ يلا شدوا حيلكم. سعود كيف متحمس على المباراة؟ توقع تفوز ولا ما تفوز؟ نخسر. ما اعرف انا بدنا مقويين الحين. محمد عادي يتوقع وين احنا؟ من؟ محمد عادي يقول توقع احنا. يلا عاد بشوف بعد المباراة النهائية كيف. يلا باقي اخر نقطة نشوف من اذا سعود. شو تبعون؟ من فاز؟ حامد كيف كانت البطولة؟ حلوة؟ استمتعت يعني؟ استمتعت وايد. وانت علي؟ كيف علي؟ بس كم مباراة فزتوا فيها؟ مباراتين ولا ثلاث؟ مباراتين. يلا على العموم كل مبروك للناس اللي فازوا. وهارد ليك طبعا فريق سعيد وعبد الرحمن فريق ليفربول حصلوا المركز الأول. وفريق مانشستر سعود وعبد الرحمن سعود وحامد حصلوا المركز الثاني. وفريق الدلة حصلوا الثالث. فالأول بنعطيهم جائزة ريالين لكل لاعب. اللاعب الأول واللاعب الثاني مبروكين. والمركز الثاني يلا استمتعت بفعالياتنا ونجيبكم فعاليات أكثر. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مع السلامة.